قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر إن المجلس يعكف حاليا على وضع ضوابط أخلاقية وقانونية للمحتوى الموجود على منصات البث التلفزيوني عبر الإنترنت. وأكد جبر خلال جلسة حوارية بعنوان مكافحة مواقع العنف وإثارة الفتن أن القوانين الموجودة في مصر واجبة الاحترام، مشددا على أن المجلس يدعم حرية التعبير في إطار القانون المصري، ومطالبا باحترام القوانين المصرية مثل ما يحدث مع الدول الأخرى. من جانبه أشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشربجي بمبادرة المجلس الأعلى للإعلام لمواجهة المحتوى المسيء، مشيرا إلى أن تناول الصحف القومية للجرائم الأخيرة اتسم بالاحترافية والموضوعية. وطالب الشربجي بمكافحة المحتوى العنيف على منصات التواصل الاجتماعي وضرورة وضع آلية لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث. تم الاتفاق على أمور مهمة جدا. الأمر الأول دعم حرية الإعلام والرأي والرأي الآخر والمناداة بصدور قانون حرية تداول المعلومات، لأن ده هيساعد كثيرا في أن وسائل الإعلام تحصل على المعلومات التي تساعدها في أداء مهمتها. الأمر الثاني كان متعلق بأكواد إعلامية لابد من صدورها، إعلام الآمن للطفل، خصوصا أن الفترة القادمة الأطفال بيتعرضوا لغزو ثقافي من كثير من المنصات المدفوعة، يعني لا نريد ذكر أسمائها، ولكن في نفس الوقت كان في مطالبة بأننا نضع قواعد وضوابط لهذه المنصات، خصوصا لو علمنا أن أحد هذه المنصات حجم المشتركين فيها في مصر حوالي 6.5 مليون،